بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بالكرام إخواننا المهندسين والمهتمين بشؤون البيوت المحمية. أهلا وسهلا بحضراتكم. ماذا بعد تأليم الطماطم؟ ماذا بعد تأليم الطماطم؟ أولا ليه احنا بنقلم الطماطم؟ بنقلم الطماطم علشان الورق دهوت اللي هو طلع بره دهوت، الورق دهوت اصبحت فيه اصابات، اصبحت ورقه مسنه، وبالتالي منفعتها بتقل بالنسبه للنبات، بل بالعكس اصبحت ذات عبء كبير على النبات، وبالتالي ممكن تكون مسبب لنقل المرض منها، لان هي أصبحت مسنة وبالتالي لا تتحمل الإصابات المرضية ومقاومتها على الإصابات الفطرية قلت جدا، لأن هي تقدمت في السن زي ما أنت شايف كده. هو دي الغرض من التأليم، تمام؟ الغرض من التأليم كمان إن أنا بعمل تهوية كويسة، بحيث إن أنا ما يحصلش عندي الأعفان اللي بتحصل، سواء الأعفان السقان أو العفن بتاع الأوراق أو الأمراض حتى الفطرية، سواء البياض الدقيقي اللي ممكن يحصل لي أو ممكن يحصل لي ندوات وخلافه. فببدأ أشيل الورقة اللي تحت دهيت، برتاح منها بحيث إن الدنيا عندي تصبح كويسة جدا، ويصبح الهواء بيتخلل جميع النباتات في البيت المحمي، تمام؟ فزي ما حضرتك شايف كده احنا ابتدينا نقلم الطماطم. طيب بنقلم الطماطم ماذا بعد تقليم الطماطم؟ الطبيب الشاطر يا جماعه قبل ما بيدخل غرفه العمليات بيتعقم كويس، الطقم اللي معاه بيكون معقم كويس، الادوات اللي بيستخدمها بتكون معقمه كويس، الدنيا بتكون عنده كويسه جدا. بحيث ليه؟ لان هو هيشق بطن المريض او هيشق جسم المريض، وبالتالي اصبح شقنا احنا الزرع زي ما الطبيب عمل مع المريض احنا بنعمل هنا برضو. طبعا احنا هنا ارقى بشويه، لان احنا طبعا لا بنتعرض للدم ولا حاجه، ده نبات ظريف جدا 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 وتمام التمام، ماشي. فبنعقم الدنيا كويس بحيث ان لو فيه اي فيروس او جرثوم خارج الجسد المريض، مجرد ما بيتفتح واحنا مش معقمين الجرح كويس، فبيبدأ يدخل او يخترق جسد المريض، لان احنا فتحناه له اصلا، فبيبدأ يدخل وممكن يؤدي لموت المريض لو كان شيء لا قدر الله خبيث ولا حاجة. احنا هنا نفس القصة بالظبط. قصتك ايه؟ قصتك انك انت بدأت تقص الورق في مكان القص ده، هو بيكون عرضة لان الفطريات وخصوصا فطريات الاعفان تدخل للسيقان وتعمل مشاكل للمرض، بتدخل انت سهلت لها عملية انك انت قطعت هو، تمام، سهلت لها انك انت فتحت الجسم بتاع النبات، وبالتالي اصبحت سهلة ان هي تخترق الجسم بتاع النبات وتدخل جوه. طيب عشان اضبط الحالة دي يبقى لازم اعمل ايه؟ العامل بتاعي لابد المقص بتاعه اللي هو بيستخدمه لازم يكون معقم كويس جدا، وياريت يعني يلبس قفاز، هي كلها حاجات بسيطة يعني. وقبل ما ينقل من بيت لبيت برضو المفروض يكون الدنيا معاه كويسة، برضو القفاز اللي استخدمه في البيت دهوت ما استخدمهوش في البيت التاني. المقص اللي استخدمه لابد يحطه في مادة كاوية زي الكلور او حاجة او خلافه، تمام. بعد كده يا جماعة بعد ما أجرينا عملية التأليم، ده بقى الغرض من الفيديو، سيبك من اللي فات ده كلته، الغرض من الفيديو إيه؟ الغرض من الفيديو إن أنا بعد ما أجريت عملية التأليم زي ما قلت لك، فتحنا جسد المريض أو فتحنا جسد النبات بالفتحات اللي هو لسه جديدة هي نازلة دم هي، تمام؟ فمجرد الانتهاء مباشرة لابد يا جماعة من أنا أرش وبشكل سريع جدا 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 مطهر فطري، أول شيء توبسين أو توبسين أو بنرش تيليدور فينهكسامايد أو توبسين سيوفات المصايل دوبروبرون
اللي هو في المادة الفعالة اللي في الريفرال، تمام. لازم ارش حاجة من دول، مش ارش بقى، ده انا بغسل النبات وخصوصا الاماكن اللي تحت اللي حضرتك شايفها دهيا، بحيث الامور عندي تصبح كويسة وما يحصل ليش لا قدر الله اي شيء ممكن ينشر لي الاعفان، سواء السقان او الاوراق، واللي هي بتكون في الوقت اللي احنا فيه ده هو بالذات بتكون سريعة الانتشار جدا 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 جدا. فبالله عليك تاخد بالك من الحاجات دهيا. شكرا لحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.